بصراحة شي تحب تسجل على الشرطة وانت بالجولة أو بالعكس؟ علي انت بالشرطة هي تحب تسجل يعني بالشرطة. يعني أكيد، بس بالبداية تعرف أنه نادي القوة الجوية من أعرق الأندية العراقية طبعا، سواء له يعني إنجازات كثيرة. تحية إلى كل جمهور الشرطة والجوية سواء كان يعني محلي أو آسيوي على الصعيدين، فيعني نادي القوة الجوية نادي عريق وكبير. أما يعني جمهور نادي القوة الجوية فإله منزلة خاصة في قلبي، خاصة أنه هم احتضنوني عندما يعني ايش تصير مشاكل من يطلع اللاعب من نادي، يعني يكون هو الفتى المدلل والمحبب والجمهور يهتف باسمه في المباريات وغيرها، لكن من يجي عقد احتراف هذا احتراف ما بي يعني أكيد. ليش الجمهور ما يتقبل؟ هل هو من الحب يعني هم من محبتهم بي وتمسكهم يعني بي؟ يعني أكيد سيدنا، خصوصا جمهور الجوية يعني عاشقين بجنون للاعبيهم، شلون تتقبلت هذا الشيء؟ مرات يجوز هم سمعت كلام يغثك او يعني هيك لو تتقبله؟ انا حتى المغثه اللي اسمعها اقول من حبهم الي، اي عاشتي لو ما يحبوني وانا ارد اقوله هذا اللي ارد اقوله. فانا اليوم من منبركم احب ان اوجه كلمه لجمهور القوه الجويه، احب ان اشكرهم على دعمهم الدائم من كنت وياهم واحتضنوني، خاصه انه انا بداياتي في بغداد مع القوة الجوية عندما كنت يعني في مقتبل العمر، فاحتضنوني، فتحياتي.